يثني أبا يوسف وأجابها قائلا كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. فكان يوسف يعلم أن خدمة الله وخدمة الخطية لا يتفقان معا، لقد سلم يوسف قلبه إلى الله، ولهذا أحب البر وكره الشر، وسار الله مع يوسف لأن يوسف سار معه، فلم يتمتع يوسف بالخطية لأن قلبه كان مع الله. فمن يؤمن بالله ويعبده من كل قلبه يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. هذا هو ما تعلنه كلمة الله عندما تقول في إنجيل متى والأصحاح السادس: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. وكذلك تقول كلمة الله في رسالة كورنثوس الثانية والأصحاح السادس: لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. وأنت يا من تستمع إلينا اليوم، هل جدد الله قلبك بقوته؟ وهل قبلت خبره سارة عن المخلص الذي له القوة أن يطهر قلبك من الخطية؟ أم أنك ما زلت تعيش تحت سلطان الخطية؟ تقول كلمة الله في رسالة يعقوب الأصحاح الرابع: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. أصدقائي المستمعين، نشكركم على حسن إصغائكم، وفي حلقتنا القادمة بمشيئة الله سنكمل قصة يوسف ونرى كيف خرج من السجن وارتفع وتقلد منصب حاكم أرض مصر. فليبارككم الله وأنتم تتأملون في كلمته التي تقول في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الأول: إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق.